مشاهدينا مشاهداتنا، نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. أكد المغرب استعداده وقدرته على المساهمة في شراكة جوهرية وعملية مع كوريا تندرج في إطار الأجندة الطموحة لإفريقيا مع ملائمتها للاحتياجات والتحديات المحددة للبلدان الإفريقية. وفي إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية الإفريقية، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب أطلق عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، لا سيما في مجالات تشمل تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة والبنية التحتية للاتصالات. وفي سياق زيارة وزير الخارجية المغربي لسيول، جرى التوقيع على 3 اتفاقيات تشمل الضمان الاجتماعي والتعاون في مكافحة تغير المناخ، واتفاقية ثالثة تتعلق بقروض من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية. للمزيد عن دلالات المواقف بين المغرب وكوريا فيما يتعلق بالتعاون الإفريقي الكوري وطفرة العلاقات المغربية مع الدول الآسيوية، ينضم إلينا من وجدة دكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، وينضم إلينا أيضا من الرباط الأستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي. ضيفي الكريمين، أهلا بكما. أستاذ خالد شيات، إذن يبدو واضحا أن المغرب يتموقع كفاعل أساسي وشريك أساسي في مواكبة هذا التعاون الإفريقي الكوري، وكانت المواقف الواقع بالغة الدلالة فيما يتصل باستعداد المملكة لمواكبة هذه النقلة في التعاون. ما دلالات ذلك في هذه المرحلة؟ صباح الخير وتحية لك ولضيفك الكريم ولكل المتابعات والمتابعين. أنا أعتقد أنه أولا هناك مسارات متزايدة ومتوالية من التصورات الجيوسياسية للمغرب، متكاملة في مبناها، يعني متجانسة في غاياتها. أن يصل المغرب إلى مستوى يعني يكون شريكا أو أن يقترح شراكات، على كل حال شراكات استراتيجية كما هو اليوم مع كوريا الجنوبية، أو كما كان في لقاء أمس في اليابان وقبله في الصين، وذلك هي أمور ربما أصبحت تقليدية اليوم في السياسة المغربية. دلالة واضحة على أن هناك عالم واسع وأن هناك أرض واسعة وأن هناك إمكانيات كثيرة أمام السياسة الخارجية المغربية في مجالات جغرافية متنوعة. هدفها الأساسي هو تمتين القدرات المغربية لا سيما على المستوى الاقتصادي، وهي غاية أساسية أعتقد. وبالتالي هذه الدلالة الأولى، يعني دلالة السعي نحو التنويع، نحو تغيير، لا أقول تغيير شركاء ولكن تعداد هؤلاء الشركاء بحيث يكون هناك قدرة للمغرب على العمل على المستوى الاستراتيجي. أنا أعتقد أنه من ناحية أخرى، أن رغم بعد المجال الجغرافي ولكن التأثير الذي تقدمه هذه الدول على مستوى البنية الاقتصادية الكونية إن شاء الله نقول، يعني أو العالمية أيضا، فهو تأثير كبير. إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المجموعة الثلاثية سواء الصين واليابان وكوريا الجنوبية، فإننا سنتحدث عن منظومة ربما هي الأولى عالميا هي مجتمعة من ناحية اقتصادية ومن حيث تأثير اقتصادي ومن حيث تأثير تجاري ومن حيث تأثير أساسا في بنية الابتكار، في بنيات موازية أخرى على مستوى التقنية، على مستوى المكننة، على مستويات كثيرة جدا. أعتقد أن هذا الفضاء هو فضاء يعني مهم جدا للدول التي تسعى نحو يعني تنويع شركاء من ناحية، ثم تحديث يعني مجالاتها، مجالات عملها الداخلي وبنياتها الاقتصادية الداخلية من ناحية أخرى. ثم نعود إلى المغرب الذي هو الواجهة الأخرى من هذه المعادلة، وأعتقد أن المغرب يوجد في مكان مناسب جدا للتعاون والشراكة مع هذه الدول، اعتباره أولا يحمل رؤى استراتيجية متنوعة ومتجانسة ومتكاملة مع الرؤى التي تحملها هذه الدول، مثلا مع الصين في الحزام والطريق، هناك يعني توافق كبير جدا فيما يتعلق بتصورات المغرب على مستوى الواجهة الأطلسية أو مبادراته الإفريقية المتعددة، بأن يعني هنا المغرب سيصبح مع هذه الدول أيضا منصة متقدمة لتمكين هذه الدول مصلحيا إن شاء الله، ثم لتعزيز المغرب قدراته على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى بنية الاستثمار. على مستوى بقي شق واحد هو الذي سيعزز كل هذه الأشياء، هو الذي يبدو أنه أيضا ضائر ومؤثر، هو
شق سياسي، والتوافق الذي تبين من خلال أن المغرب كان دائما وأبدا دولة تحترم السيادة الوطنية للصين، دولة واحدة، والتعبير الذي عبرت عنه اليابان فيما يتعلق بالحكم الذاتي، وربما ما سيأتي أيضا من كوريا الجنوبية أو من هذا القبيل، كلها أشياء تقول بأنه المغرب يوجد في هذا النسق الذي تحدث عنه، الذي يجمع ما بين الجيوسياسي، ما بين الاقتصادي والسياسي والثقافي العلمي والتقني، وهي أشياء أعتقد أنها تخدم أجندة المغرب المستقبلية. شكرا لكم دكتور خالد شيات. أستاذ محمد جدري، طبعا القمة الكورية الإفريقية في دورتها الأولى في الواقع هي تجسد مرة أخرى ذلكم الاهتمام الدولي الكبير بإفريقيا وبالتعاون مع إفريقيا. وزير الخارجية المغربي في سيول قال بأنه نحن لا يزال أمامنا لا يزال أمامنا الكثير مما ينبغي القيام به لتحرير الإمكانات الكاملة للتعاون المغربي الإفريقي الكوري. ما هي الإمكانيات التي ينبغي تحريرها في هذه المرحلة والتموقع في خارطة الطريق المشتركة على بناء على ذلك؟ أعتقد بأن المملكة المغربية يعني طيلة 20 سنة الماضية قامت بمجهود كبير في كل ما يتعلق بتنويع اقتصادها وتنويع شراكاتها بدرجة أساسية، وبالتالي شفنا بأن منذ سنوات عديدة توجه المغرب نحو شرق العالم، نحو الصين، نحو الهند، نحو اليابان، نحو كوريا الجنوبية. وبالتالي أنا أعتقد بأن المغرب اليوم يلعب دورا محوريا في شمال إفريقيا وغربها، واليوم يقدم المغرب عرضا اقتصاديا جديدا من أجل تطوير مجموعة من الدول الإفريقية. وبالتالي أعتقد بأن هذه الجولة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية إلى القارة الآسيوية يبتغي من خلالها تقديم العرض الاقتصادي الجديد للمملكة المغربية اللي فيه على الأقل واحد ثلاثة المحاور اللي هي أساسية، كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة للمملكة المغربية غادية في هذا الاتجاه. هذا الأمر الثاني هو هذه المبادرة الأطلسية لمنح مجموعة من دول السالح من دول الساحل منفذا أطلسيا، والأمر الثالث هو خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي سوف يتوجه نحو أوروبا. وبالتالي فإن المغرب يعني كيحاول ما أمكن أن كما نقولوا يعني بالدرجة يبيع هذا الأمر الجديد وهذا العرض المغربي الجديد لمجموعة من الدول الآسيوية اللي تبحث يعني عن موطئ قدم في إفريقيا، لأن الكل يعلم بأن إفريقيا هي المستقبل. إفريقيا تتوفر على واحد المواد الطبيعية اللي ما كايناش في يعني في أماكن أخرى في العالم، تتوفر على رأس مال بشري اللي هو مهم جدا، وغتكون واحد السوق كبيرة تفوق المليار مستهلك خلال القادم من السنوات. وبالتالي المغرب بموقعه الجغرافي تقدمه التكنولوجي بتنوع شراكاته باتفاقيات تبادل الحر مع مجموعة من الدول يقدم هذا العرض الجديد اللي هو عرض رابح، لأن العالم ما قبل كورونا ليست له علاقة بالعالم ما بعد كورونا. وبالتالي فإن اليوم مجموعة من الاستثمارات الكورية، مجموعة من الاستثمارات الصينية، ومجموعة من الاستثمارات اليابانية اللي يمكن لها أنها تجي المملكة المغربية باش أنها توجه نحو أوروبا أساسا ونحو دول أخرى بالإضافة إلى عمقنا الافريقي. وبالتالي كنظن بان المغرب اليوم كيوصل لواحد المرحله اخرى باش انه يولي واحد قوه اقليميه في شمال وغرب افريقيا، وكنظن بان هاد تعدد الشراكات مع دول رائده بحال الصين، بحال اليابان، بحال كوريا الجنوبيه ما يمكن الا انها تزيد في العمل ديال المملكه المغربيه وتقوي يعني الاطروحه ديالو في هذا الاتجاه، لان المغرب اليوم دائما يبحث عن علاقه رابح مع مجموعه من الدول الافريقيه. وبالتالي كنظن بان هذا العرض الجديد للمملكه المغربيه كيلقى واحد صدى رحب على مجموعه من الدول الاسيويه، لان هي كذلك تبحث عن شراكات استراتيجيه لاستثماراتها في مجموعه من الدول، خصوصا ان العالم اليوم مقبل على يعني واحد التحول تكنولوجي وفي واحد التقلبات مناخيه اساسيه، كل ما يتعلق ب الكهربائية، كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، تحلية مياه البحر، هذه كلها أمور المغرب مشى فيها وهو بحاجة لمساعدة من طرف مجموعة من الدول، وأخص بالذكر هذه الدول الثلاث اللي هي الصين وكوريا وكذلك اليابان. شكرا لك أستاذ محمد جدري. أستاذ خالد شيات، من الواضح أنه هذه القمة هي تقصد بكل تأكيد طبعا إيجاد إطار لهذه الشراكة الإفريقية الكورية.
لكن في على المستوى الثنائي المغربي الكوري بدا واضحا أنه هناك توافق وتناغم فيما يتصل بالرؤى المرتبطة بالتعاون الاقتصادي الثنائي وأيضا في إفريقيا، وهناك أيضا لنقل توافق على أنه المشاورات السياسية والتفاهمات السياسية. وقبل سيول كانت هناك طوكيو، وطبعا اليابان أعربت عن تقديرها لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية في إطار مبادرة الحكم الذاتي، وطبعا قبل طوكيو كانت هناك أيضا بكين. هل نحن نلمس طفرة في التقارب السياسي أيضا في قضاياه الأساسية؟ لأنه حتى في الصين تم الحديث عن أنه الطرفان معا يتقاسمان لربما رؤى مشتركة فيما يتعلق بالقضايا الحيوية لهما معا. ما تقديرك لهذا الجانب؟ بشكل بعيد يذهب هذا التحليل إلى الصواب. أنا أعتقد أنه على المستوى الجماعي أولا عندما تقترح هذه الدول بما فيها كوريا الجنوبية، وأيضا قبل ذلك كانت هناك اليابان أو الصين مع إفريقيا بطريقة جماعية فيما يتعلق بما يمكننا نسميه التعاون الجماعي بين إفريقيا وهذه الدول، فهي تطمح بالأساس إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية التنموية، إلى تعزيز مستويات استثماراتها وضمان أن تكون البيئة العامة لهذه الاستثمارات متناسبة مع الأرباح التي يمكن أن تجنيها هذه الدول، أيضا مستوى تنمية التجارة الخارجية كما قلت، وربما يعني الاستغلال في البنيات الدول والتأثير من ذلك على مستوى القرارات السياسية. مثلا الصين مثلا عندما تكون هناك يعني حاجة لمجموعة الدول الإفريقية على مستوى الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الإنسان مثلا، غير الأشياء التي تجد هذه الدول تصطف مع الصين مثلا لتصويت بجانبها في جميع العامة الأمم المتحدة أو في غير الهيئات أو الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. فمن الناحية الأساسية فهذه الدول تسعى إلى تحقيق هذه المزايا الذاتية، فهي لا تريد من ناحية أخرى أن تكون لها يعني عوائق ومعقلات على المستوى المفاهيمي، على المستوى الإيديولوجي، الاستعمالات السياسية، كما حدث في القمة الإفريقية اليابانية عندما تم إقحام هذه الجمهورية النقاش الذي ودى طبيعة اقتصاد تنموية ستقدم هذه الجمهورية الوهمية لمفهوم. ما دمت ذكرت ذلك والصوت في الواقع ينقطع منك أستاذ خالد شيات، هل هناك أيضا إخفاق للنهج الذي اعتاد وألف الخصوم الوحدة الترابية للمغرب انتهاجه في مثل هذه المناسبات، بمعنى إقحام الكيانات الوهمية، التشويش على هذه الشراكات الإفريقية مع التكتلات أو الدول ذات الثقل الاقتصادي الكبير؟ هل تلمس أنه هناك هذا الإخفاق؟ في مقابله تلمس أنه موجود هناك اختراق أيضا مغربي فيما يتصل بالتفاهمات السياسية مع هذه الدول الأسيوية؟ يعني أنا قلت هذا في نفس الاتجاه، بمعنى أن هذه الدول لا تريد هذه الأشياء، لا تريد هذا التوجه، هذه الطبيعة السياسية، هي تريد أن يعني تنمية اقتصادية، تعاون، جلب استثمارات، أشياء. إذا الدول التي تستطيع أن تقدم هذه الأشياء لها مكانة وخضوع لدى هذه الدول التي ستبقى تتحدث عن هذه الهلاميات التي تتحدث عنها فيما يتعلق بما تسميه مبادئ القانون الدولي وغير ذلك، هذه الدول ليست في حاجة إلى هذه المهرجات وإلى الأشياء. والدول التي تريد أن تستهلك ذلك يمكن أن تبحث على دول في ميكروسكوبية في جنوب شرق آسيا أو في المحيط لهذه لكي تقوم معها بهذه الأشغال. أما الدول الكبرى، الدول العظمى، الدول المؤثرة، فهي تريد أشياء موضوعية وواقعية وعادلة. وهناك مجموعة الآن من الدول تسير نحو تكريس مفهوم العدالة على المستوى الدولي. هناك اعتراف مجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية، وكان قبل ذلك إسبانيا نفسها لها موقف متقدم من قضية الحكم الذاتي. هناك سعي هذه الدول لتحديد مبادئ عامة التي تكون فيها الدول هي أصل العلاقات في العلاقات الدولية. أنا أريد أن أعود إلى هذه المسألة السياسية الجماعية. يعني الموقف الياباني الأخير فيما يتعلق بالحكم الذاتي وهو موقف متقدم جدا. لماذا يعني تتقوم اليابان بموقف كهذا تجاه المغرب؟ هل لسواد عيون المغرب الأشياء؟ فهي أولا موقف مبدئي، موقف عادل، وهذه الدول لا يمكن حتى أن تقدم لها مزايا مقابل مواقف سياسية، هي مواقف لها اقتناعات ذاتية. كوريا الجنوبية التي نتقاسم معها الحدود مع دولتين متشابهتين تقريبا في النهج وفي المنهج الذي استعملانه يعني
يعني يمكن ان تكون يعني حدود متشابهه، بمعنى ان الحدود تقريبا في العالم التي تعرف هذه الانواع من من التنازع، من السيطره، من النهج نحو العداء المطلق هو الموجود بين المغرب والجزائر وبين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. واعتقد انه هذه المقارنه يمكن ان تقرب ايضا المغرب اكثر من كوريا الجنوبيه فيما يتعلق بالاستفزازات التي يتعرض اليها، فيما يتعلق باستهداف وحدته الشعبيه. هناك شق ايضا سياسي كبير جدا يمكن ان يتعاون فيه المغرب، اضافه الى الشق المتميز والكبير للطبيعه الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه. شكرا لكم استاذ خالد شيات. استاذ محمد جدري، اليابان مهتمة بإفريقيا ومهتمة بالمغرب، الصين شديدة الاهتمام بإفريقيا وأيضا بتموقع المغرب، وكوريا أيضا، ما الذي يمكن أن يفعله المغرب أو أن يقدمه لتدبير هذا التنافس أو هذا الإقبال وهذا الاهتمام الدولي الآسيوي أساسا أيضا في هذه المرحلة فيما يتصل بالاستثمارات وقطاعات المستقبل المرتبطة طبعا بالانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، نحو تكنولوجيا الطاقات المتجددة؟ بطبيعة الحال كيف ما قلت قبيلة، المغرب اليوم يقدم واحد العرض اللي هو عرض جديد، لأن المغرب اليوم يعني عندنا واحد مجموعة من البنية التحتية اللي هي أساسية، عندنا تقربنا من أوروبا، عندنا اليوم هذا الميناء المتوسط ديال طنجة اللي من بين 21 ميناء على المستوى العالمي، وقربه من أوروبا درجة أساسية كيبقى الزبون الأول لإفريقيا. عندنا هذا الميناء الجديد اللي كنصوبوه يعني في الداخل اللي هو ميناء الأطلسي للداخل اللي سوف يغير بملامح غرب إفريقيا. عندنا الطريق سريع ما بين تيزنيت والداخلة اللي غادي يعني يوصلنا إلى شرايين إفريقيا بدرجة أساسية. عندنا خط أنبوب الغاز اللي ما بين نيجيريا هو المغرب ثم ذهبا إلى أوروبا. عندنا كذلك هذه المبادرة الأطلسية باش أن واحد مجموعة من الدول أن يكون عندها واحد منفذ اللي هو يعني في المحيط الأطلسي، بالإضافة لهذه الاتفاقيات ديال التبادل الحر اللي عند المغرب مع أكثر من 40 دولة أساسا مع الاتحاد الأوروبي، مع أمريكا، مع تركيا، مع مجموعة من الدول الأخرى. وبالتالي فإن مجموعة من الاستثمارات اللي هي آسيوية كتبغي تجي المملكة المغربية، لأن المغرب اليوم هو عنده واحد الانتقاء الطاقي اللي هو مهم، كل ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، كل ما يتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية، هذه كلها أمور أساسية اللي كتخلي أن المملكة المغربية هي واحد الشريك حقيقي اللي هو رابح، لأن اليوم ملي غتجي عندنا واحد الاستثمارات صينية أو كورية أو يابانية وتكون في المملكة المغربية بواحد الاندماج محلي، الكل رابح. المملكة المغربية رابحة لأنها غتشغل واحد اليد العاملة وغتخلق واحد الثروة وغتصدر واحد مجموعة من المصادرات نحو الخارج، وغتكون عندنا واحد العملة صعبة اللي هي أساسية. هاد الدول هذه غتستافد من يد عاملة اللي كتبقى بين قوسين، يعني هي تنافسية ورخيصة مقارنة مع دول أخرى وقريبة من أوروبا ومعفية من مجموعة من الرسوم الجمركية. هذه أمور اللي هي أساسية، بالإضافة أن العالم اليوم هو مقبل على الطاقات المتجددة أساسا الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، والمغرب يمكنه أن يكون من بين جدري. خمس أو ست دول على المستوى العالمي. هل بدأنا عمليا نلمس لنقول حسنات اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، وكنا يعني بشكل هيكلي ومتكرر نقول أنه هي في الواقع تجسد نوع من العجز في الميزان التجاري مع الدول التي أبرمنا مع هذه الاتفاقيات، الآن هي التي نقدمها من أجل اجتذاب استثمارات ضخمة مع دول ذات ثقل، هل الآن بدأنا نغير نوعا ما من نظرتنا وهذه النظرة بدأت تتغير بحكم الواقع؟ بطبيعة الحال لأنه ملي كدير واحد الاتفاقية ديال التبادل الحر مع مجموعة من الدول ما خاصكش تاخذ بعين الاعتبار المدى القصير أو المدى المتوسط، خاصك تشوف على المدى البعيد، لأن اليوم كنشوفوا بأن الصين تتعرض لمجموعة من يعني بلاك ليست، يعني أنها في لوائح سوداء على المستوى الولايات الأمريكية. الرسوم الجمركية على السلع والخدمات الصينية هي مرتفعة جدا، وبالتالي اليوم الصين يعني بملء الفم كتجي المملكة المغربية وكدير استثمارات تقدر بملايير الدولارات. اليوم تقريبا عندنا واحد العشرات المليار ديال الدولار اللي غدير فقط في البطاريات الكهربائيه، وبالتالي هذه امور اللي مهمه اللي غتخلي ان هذه السلع اللي هي السلع اللي هي مغربيه الصنع لكنها استثمارات صينيه ان تستفيد من الاتفاقيات ديال التبادل الحر اللي قامت بها المملكه المغربيه خلال ال 20 سنه الماضيه. وبالتالي اليوم يعني هذه العلاقه اليوم كما تفضلت يا استاذ غنبداو كنربحوا
يعني واحد الاثار اقتصاديه للاتفاقيات ديالنا اللي كانت الى عهد قريب. كنا دائما الواردات ديالنا من هذه الدول يعني هي اكثر بكثير من الصادرات ديالنا، ولكن حان الوقت باش اننا نقلبوا هذه المعادله هذه من هنا طيب. الى نهايه العشريه على ابعد تقدير. شكرا لكم استاذ محمد جدري. استاذ خالد شيات، في الواقع خارج وقت هذه الحصه، اريد ان اسالك، هل دول اسيا دخلت عمليا، واقصد حينما اقول اسيا اقول مراكز ثقلها الاساسيه، اقصد اليابان، كوريا، الصين، هل دخلت عمليا لنقل مرحله الاشاده بالحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب على المستوى السياسي، هل الان مرحله جديده؟ هو ما عبرت عنه اليابان صراحه، ليس هل دخلت، يعني دخلت فيه بكلمات واضحه جدا تتعلق بموقفها مما يتعلق بها بمساله الحكم الذاتي. واعتقد انه من الناحيه العمليه يجب ان نصدق ان هذا جميع التعابير التي تاتي في هذا السياق هي تعابير مسارده للمغرب. طبعا هناك درجات متفاوته ان شاء الله نقول فيما يتعلق بالتعبير عن المسانده، من وضع القنصليات والاقاليم الى التعبير عن دعم الامم المتحده في قضايا الحل السياسي. كل هذه الاشياء تدخل في الانصاف التي يدافع عن المغرب، اليابان والصين وكوريا الجنوبيه لم تكن ابدا في اي مرحله من التاريخ تعبر عن موقف يخالف هذه المساله، والمغرب يجب ان يستثمر هذه المساله. وان الصين لديها ايضا طيب. عضوا دائما، وايضا اليابان دول كما ليست لا يمكن ان ندخل في جانب العددي لصائي نقول اكثر من 100 دول. هذه دول مؤثره باكثر لوحدها. شكرا جزيلا لكم الأستاذ خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول من وجدة. نشكر ضيفنا أيضا من العاصمة المغربية الرباط الأستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي على مشاركته معنا. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.tv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.